وقار الهجن عند المعازيم بني تميم مطوعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلق الستار وبدأت الأمال انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والعطاء. تواصل الشوط السابع عشر بتعداد أشواط هذه الفترة المسائية التي قررت للسن الحقائق القعدان أشواط نقدية ثمينة للعشرة المراكز المتقدمة. هنالك الصدارة، هنالك أول المراكز. من يتواجد على المقدمة؟ مشهور لعلي بن صالح بن ملهية المري، ولكن أشاهد التغيرات التي طرت وجرت من قبل الباز حمد بن فرج بن دلموك المري. يقدم لنا الباز مع أول المراكز، وهذه السلالة العريقة المعروفة لدى جميع ملاك الهجن. ثاني المراكز هنالك التواجد من قبل مشهور علي بن صالح بن ملهية المري، يقدم لنا مشهور ويبحث عن الشهرة والانتصار بأول المراكز. ثالث المراكز يتواجد هنالك الباز جبر بن جاسم بن ربيع الكواري، يقدم أيضا اسم الباز. المركز الرابع وصل شعار الحريري مع انطلاقة هنالك من يتواجد سليماني مسعود بسعيد الحريري المري. المركز الخامس أشاهد هنالك خامس المراكز من يتواجد بهذه اللحظات مشتاق لمبارك بن محمد بن صرير المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أرى هنالك سليماني من غير الأمور من المركز الرابع إلى أول المراكز. سليماني المملوك لمسعود بن سعيد الحريري المري من انطلق شعاره مع الصدارة مع أول المراكز، يود أن يذهب بالسلامات إلى أهل ميدان الجزيرة مع انطلاقه. هنالك سليماني مع المركز الأول ومع الصدارة مسعود بن سعيد الحريري المري. ثاني المراكز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح بن ملهية المري. ثالثا أتابع الباز من يتواجد بشعار جبر بن جاسم بن ربيعة القواري. رابع المراكز أتابع التواجد من قبل مشتاق المبارك بن محمد بن صرير المري، والتسجيل النقطة الثالثة في هذا اليوم وهو ثاني النقاط في هذه الفترة المسائية. رابع المراكز المركز الخامس من تسلل هنالك حفظ المبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي من انطلق مع المركز الخامس، وبدأت تظهر لنا الشعارات وتبين بانطلاقة هذا الشوط وبدأت تتسلل مع الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن سليماني هو من يتسلى بالصدارة وينطلق مع أول المراكز. شعار مسعود بن سعيد الحريري المري مع الصدارة مع المقدمة مع الانطلاق السليم نحو ناموس هذا الشوط، ولكن أشاهد هنالك حظ من يريد أن يكسب الحظ بهذه الانطلاقة مع المركز الثاني مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي يتبارك بتقديم هذا الاسم. المركز الثالث أشاهد هنالك الغدوم من قبل سلهودي طرشوم صالح بن طرشوم العامري من انطلق شعاره، ويود أيضا أن يذهب بالسلامات وبناموس هذا الشوط. هنالك شعارات قادمة وواصلة واختلطت الأمور ببعضها، ولكن الصدارة برفقة سلهود وسلالة سلهود العريق تتواصل مع شعار طرشوم الصالح بطرشوم العامري مع الصدارة. حظ يتواصل مع المركز الثاني مع مبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي. ثالث المراكز هنالك الغدوم من قبل المركز الثالث الديب لعبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجم انطلق الى الصدارة شعاره مع المركز الاول. اختلطت الامور ببعض اول المراكز، هنالك خمسة مراكز مع المركز الاول شعار بن جبران على ما اعتقد انطلق من الجانب الايمن. داهم يا داهم دام الصدارة دهوم لسالم بن جابر بن جبران المري من انطلق مع الصدارة. المركز الثاني يتواجد سلهود طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، ولكن وصل بن الخدير وصل نجد حمد بن طعيم بن الخدير الاكتبي مع المركز الثالث وغير الامور. سلهود انطلق مع الصدارة 200 متر عن الناموس. سلام وين؟ التحية وين؟ الناموس وين؟ هنالك سلهود مع الصدارة. سلهود والقادم القادم نجد نجد سلهود، ولكن سلهود ما زال مع الصدارة وهو صاحب هذا الناموس وهو صاحب السلامات. وسلام العين سلام سلام أيضا العامري سلام للحظة وصول سلهود إلى خط النهاية حتى تبقى طرشوم الصالح طرشوم العامري. ثاني المراكز كان وصول من قبل نجد لحمد بن طعيب بن خدير اكتبي. المركز الثالث كان الوصول من قبل داهوم لسالم بن جبران المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل رابع المراكز
عز الجيش عبد الهادي بن زيد بن دين المري المركز الخامس. كان الوصول من قبل تكليف لخالد بن محمد الكواري. نشاهد هذا الملخص لشوطنا الذي انقضى قبل قليل ونشاهد المنافسة الجميلة والحصول صعود إلى خط النهائي ومع الفوز والناموس 4:36 48 جزء من الثانية. حتى التبريكات لطرشوب مصالح من طرشوب العام لثاني المراكز. كان الوصول من قبل نجد بتوقيت زمن غدرة 4:36 72 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لحمد بضعيب بن غدير الاكتبي. ثالث المراكز كان الوصول من قبل المركز الثالث داهوم توقيت الزمني 4:37 44 جزء من الثانية. التاني تبكى لسالم.